عام مضى على انطلاقة حراس الجمهورية للمشاركة في استعادة اليمن الجمهوري انطلاقا من الساحل الغربي. استعادة وادي حبل في عبس بحجة وجبل الطير بكتاف صعدة والسيطرة على مواقع هامة في الجوف. وميليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في العود وتطلق صاروخا باليستي على موريس. جمعتكم مباركة وأهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. عام مضى على مشاركة أبطال المقاومة الوطنية حراس الجمهورية رفقاء السلاح من أبطال العمالقة والألوية التهامية في شرف حماية النظام الجمهوري واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات الكهنوتية التي تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس سلطة الكهنوت وتقسيم اليمنيين إلى سادة وعبيد، وهو ما لن يتحقق لها بعد أن اتضحت نواياها لليمنيين وانكشفت الغطاء الديني عن مشروعها العنصري الذي يخدم أجندات خارجية ولا علاقة له باليمن واليمنيين أيضا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى وصل الأبطال إلى داخل أحياء مدينة الحديدة وأوشكوا على تحرير كامل المدينة وموانئها لتضع الحرب أوزارها بمطالبات أممية. على السلام يجد آذانا صاغية لدى هذه الميليشيات التي لا تفقه سوى لغة القوة ولا تجيد سوى الخراب والتدمير. ويشارك أبطال قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بعزيمة وإصرار في عملية تحرير المناطق التي سيطر عليها ميليشيات الحوثي بقوة السلاح، وأيضا شرف حماية النظام الجمهوري من الإماميين الجدد واستعادة مؤسسات الدولة انطلاقا من الساحل الغربي. عام مضى على إعادة لملمة شتات حراس الجمهورية الذي شهدته هذه المؤسسة العملاقة في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء عقب عملية الهيكلة التي أضعفت الجيش كثيرا وتسببت في تدمير مؤسسة الحرس. وبعد إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية على قتل الزعيم علي عبد الله الصالح في إطار تصفيتها للخصوم والمعارضين لمشروعها الظلامية إثر دعوته لجماهير الشعب للانتفاض بوجه الميليشيات الكهنوتية ومشروعها الدخيل، أفاق شرفاء الوطن من الصمت وبدأوا بلملمة شتات الحرس الجمهوري في إطار المقاومة الوطنية وفتح المجال لاستقبال الذين فضلوا العودة إلى منازلهم من منتسبي الحرس الجمهورية عقب قرار الهيكلة، وكذلك فتح المجال أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بصفوف المقاومة والمشاركة في شرف الدفاع عن الجمهورية وإفشال المشروع الإمامي الرجعي. والتف الجميع حول العميد طارق محمد عبد الله الصالح قائد المقاومة الوطنية. جنبا إلى جنب انطلق أبطال المقاومة بعد عمليات تدريب واسعة تلقوها مع قوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية التي احتضنتهم محافظة عدن الباسلة للمشاركة في شرف الدفاع عن النظام الجمهوري ووضع حد لأطماع إيران التوسعية في المنطقة، وحققوا انتصارات كبيرة في جبهة الساحل الغربي حتى وصلوا إلى أبواب مدينة الحديدة بهدف حرمان الميليشيات من استغلال موانئها في تمويل أعمالها الإجرامية وتهريب الأسلحة واستغلال ظروف الحرب ومضاعفة معاناة اليمنيين. اشترح أبطال المقاومة الوطنية حراس الجمهورية ملاحم بطولية إلى جانب رفقاء السلاح في ألوية العمالقة وسوق رتهامة، ودحروا ميليشيات الكهنوت حتى باتت تتحصن بالمناطق السكنية داخل مدينة الحديدة وفي بعض الجيوب التي تمضي المقاومة المشتركة في تمشيدها وتأمينها جنبا إلى جنب مع الفرق الهندسية التي تقوم بنزع الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الموت في السهل التهامي وعلى امتداد الساحل الغربي بهدف تأمين تلك المناطق واستئناف الحياة فيها من جديد وإن بشكل تدريجي. ومثل استقبال منتسبي الحرس الجمهوري ممن أصبحوا في المنازل عقب قرار الهيكل نواة لإعادة لملمة صفوف الحرس للمشاركة في حماية النظام الجمهوري من الإماميين الجدد الذين يحلمون بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء
وممارسة التسلط والعنجهية المقيتة التي ثار عليها اليمنيون في 26 سبتمبر 1962، ووأدوها بمشروعها العنصري السلالي إلى غير رجعة. معنا عبر الهاتف المقدم ياسر صالح المحلل العسكري، مرحبا بك. مرحبا أخي الكريم. إذا مر عام على مشاركة حراس الجمهورية رفقاء السلاح من العمالقة والألوية التهامية، وذلك طبعا لتطهير السهل التهامي والساحل الغربي. ضاع المشاهد في صورة ذلك. حقيقة الأمر قوات حراس الجمهورية أخذت على عاتقها سعادة الدولة ومشاركة إخوانهم من بقية صنوف القوات المسلحة والقيادات العسكرية والسياسية التي تدافع عن الجمهورية اليمنية وعن منجزاتها وعن أهدافها بأكملها. في 16 من أبريل قررت الدخول في معركة رغم قلة الإمكانيات واستعجالا منها ومحاولة اللحاق بركض القوات المدافعة عن الجمهورية، وأيضا لإيصال الشعب اليمني إلى الحياة الكريمة وإلى عتبات السلام التي ينشدها كل أبناء الشعب اليمني، عبر حمل على عاتقهم قضية وطنية لها جذورها التاريخية مستمدة من ثوراتها المجيدة والخالدة، ثورة السبتمبرية. نعم سيادة المقدم، كيف نفسر الانتصارات الساحقة والمتلحقة في الساحل الغربي؟ حقيقة الأمر الانتفاضة الديسمبرية التي جعلت في قلوبهم الدافع الكبير كان من وراءها التضحية والفداء الذي سطره رئيس الجمهورية الأسبق الزعيم علي عبد الله صالح وأمينه الأمين عارف الزوكا، كان يمثل بالنسبة لهم دافع على تراب هذا الوطن بأن يقدموا كل التضحيات وأن يكون متسلحين بعزيمة لا تلين وبقوة لا تكل وبصبر لا ينفذ استطاعوا باستخدام القيادة الحكيمة لهذه القوات مع بقية المشاركين معهم في هذه الجبهة لعديد من التكتيكات العسكرية الجيدة والمهارية بشكل كبير جدا، كل ذلك مع الإرادة استطاعوا أن يحققوا مكتسبات كبيرة جدا. ودعني أضعك أنت وجمهورك الكريم على نقطة، أن كل هذه الانتصارات التي تجاوزت 200 كيلو متر يعني وبعمق أكثر من 30 كيلو متر، هذه كلها تحققت في خلال 45 يوم قتال فقط. إن كان اليوم نحن نتكلم عن عام ولكن نعم كما ذكرت بأنه كانت انتصارات في فترة وجيزة أو شكل أبطال على تحرير كامل مدينة الحديدة، لكن المبادرة التي ظاهرها طبعا السلام أوقفت هذا التقدم، كيف نفهم ذلك؟ حقيقة الأمر هنالك من حول معاناة الشعب اليمني وقضية الشعب اليمني في استعادة دولته إلى قضية استثمارية وإلى منظمة استثمارية. الإرادة الدولية لم تكن تواكب معاناة الشعب ولم تكن تواكب حراسها الذين يحاولون استعادة هذه الدولة المنهوبة، هذه الدولة التي تم الانقضاض عليها من أصحاب المشاريع الضيقة هنا وهناك، فبالتالي استطاعوا أن يؤخروا كل هذه المدة. نحن نتكلم اليوم على مدة سنة، كان بالإمكان لهذه القوة التي جاءت تسلح بعزيمة قوية جدا أنها تضرب اليوم أبواب صنعاء أو تكون قد تخلصت بالتعاون مع أبناء القوات المسلحة والشرفاء من أبناء القبائل اليمنية كانوا قد تخلصوا من هذا الانقلاب. يظل الحديث على أن نقول للشعب لا تجروا وراء تلك الشعارات الذي يقول نحن صامدون لمدة كذا وكذا. أنا لهم 45 يوم كانت كفيلة بتحرير الحديدة، فما بالكم لو كانت السنة كاملة أين كانت تصل هذه القوات؟ إذا من المستفيد مقدم ياسر من هذه المبادرات؟ هذه المبادرات طبعا المستفيد الأول والأخير صاحب المشروع الإقليمي إيران، صاحب المشروع الدولي من الدول الدائمة العضوية وهي ليست مخفية مثل الأمريكان والبريطانيين، وصاحب المشروع الضيق الإمامي وهو ميليشيا الحوثي. إضافة إلى ذلك للأسف الممثلة للإرادة الدولية وهي منظمة الأمم المتحدة التي باتت اليوم منظمة استثمارية.
نشاهد هذه الأيام بالذات هنالك عديد من الوثائق التي تتسرب عن حجم الفساد الهائل وحجم المبالغ المهولة التي تستفيد منها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة تحت رايتها، والجميع هنالك لديهم مصالح ضيقة وأصحاب مصالح ضيقة، أيضا هنالك أطراف داخلية للأسف لديها مصالح ضيقة على حساب معاناة الشعب اليمني. للأسف كل تلك الرهانات لابد أن يتم وضع حدود لها عبر مشروع وطني جامع يجتمع تحت رايته جميع هذه القوى الموجودة السياسية والعسكرية الأهم وعلى رأسها حراس الجمهورية الذين سيكون لها الغلب النابض ونهر الدماء الذي لا ينضب ولا يجب من أجل سلامة ووحدة واستقرار وأمن أراضي. صحيح. أشكرك المقدم ياسر صالح المحلل العسكري، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في حج سيطرة القوات الحكومية على قرى وادي حبل الرابط بين مديريتي عبس وميدي في المحافظة بعد معارك شرسة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية وكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. قرى ووادي حبل الساحلي بمديرية عبس محافظة حجة في قبضة القوات الحكومية والتي سيطرت عليها بعد عملية عسكرية مباغتة كبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والعتاد. خلال الفترة الماضية اتخذت ميليشيات الحوثي من منطقة حبل المحاذية لمرسى حبل والتي تربط بين مديرية ميدي وعبس مواقع للتدريب وتخزين السلاح ومراكزا لمحاولات تسللها ونقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية لعرقلة حركة الملاحة البحرية. أبطال القوات الحكومية وبعد معارك شرسة خاضوها مع الميليشيات الحوثية تمكنوا من السيطرة على قرى وادي حبل واغتنموا أسلحة متنوعة تركتها الميليشيات أثناء هروبها. سيطرة اليوم على قرية حبل في وادي حبل وهنا على يميني مرسى حبل وهي آخر مناطق مديرية ميدي من محافظة حجة، وتعتبر لتحرير هذه المنطقة أهمية استراتيجية كبيرة جدا كونها تسيطر على منطقة كبيرة في الساحل والميناء ميناء حبل الذي له أهمية تجارية كبيرة جدا بالنسبة للصيادين. أيضا القوات الحكومية وعقب تأمينها الكامل للمنطقة قامت بتمشيط وملاحقة بقايا جيوب الميليشيات، كما قامت فرقها المتخصصة بتفكيك الألغام الكثيفة التي زرعتها الميليشيات على طول خط تقدم القوات الحكومية. السيطرة على منطقة حبل والتي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا تكتسب أهمية كبيرة إذ أنها تعد بوابة لمنطقة الجر الاستراتيجية، وكانت القوات الحكومية قد سيطرت مطلع الشهر الجاري على قرية الطينة والتي مهدت الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل بعد شهور من السيطرة على ميناء مرسى حبل في عملية بحرية مباغتة. وفي السياق ذاته أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل الطير القريب من مركز مديرة كتاف بصعدة بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية التي سقط في صفوفها قتلى وجرحى إلاوة على أسر أحدهم وفرار من تبقى منهم. كم معاكم في الجبهة؟ خلاص كم معاكم في خلاص كم منكم في الطير؟ الطير كم منكم؟ الطير وفي السياق ذاته أيضا تمكنت القوات الحكومية من استعادة مناطق جديدة بعد أن شنت هجوما على عقبة تواثنا في جبهة برط العنان شمالي الجوف مكبدة ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. جبهة برط العنان لا تختلف عن الجبهات الأخرى المفتوحة في وجه العصابات الحوثية، هكذا تبدو المعادلة العسكرية فيها. تشتعل الاشتباكات ولا تتوقف إلا عندما تصل إلى ما رسمت إليه في الخطة العسكرية، ويبدو أن نتائج المعادلة تميل أكثر لصالح اللواء الأول حرس حدود الذي يقوده العميد هيكل حنتف. هذه الجبهة يعرفونها الحوثيون كثيرا كونها توقظ مضاجعهم، كانت لهم كرات عدة لاستعادة مواقع سقطت من أيديهم في الأيام الماضية لكن جميعها باتت بالفشل وزادت من خسائرهم. فالعملية المباغتة التي شنها أبطال اللواء اليوم انطلقت من مواقع متفرقة بجبهة توانا،
احتدمت لوقت أطول استطاع أفراد القوات الحكومية من السيطرة على عدة مواقع كانت تتمركز فيها العناصر الحوثية. بفضل الله سبحانه وتعالى تم دحر العدو من هذه الجبهة ومن هذه المواقع، ونحن أيضا في طريقنا مستمرون وثابتون وصامدون بهمم كما قلنا. هؤلاء الشباب الأبطال صامدون في هذه المتارس بإذن الله سبحانه وتعالى، منطلقون إلى تحرير آخر شبر، تحرير هذا الوطن شبرا شبرا. خلصت المعارك المشتعلة إلى دحر الميليشيات من مواقعها وتكبيدها 14 قتيلا وعشرات الجرحى مع إعطاب آليات قتالية، كما شارك في المعارك الدائرة لواء الحسم الذي استهدفت مدفعيته مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة الجوف. أتلفت الفرق الهندسية 5000 لغم أرضية زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف. مصدر عسكري أفاد أن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية أتلفت كمية كبيرة من المتفجرات والألغام الفردية والثقيلة والقذائف المتفجرة والعبوات الناسفة. المصدر أكد إتلاف أكثر من 5000 لغم أرضي وفردي بعد أن تم انتزاعها من 3 مديريات محررة في محافظة الجوف من قبل المركز الوطني وبالتعاون مع مشروع مسام والفرق الهندسية. وأضاف أن هذه الألغام والعبوات تم زراعتها من قبل ميليشيات الحوثي في الطرقات وفي مزارع المواطنين. وفي الضلع تواصل المقاومة الشعبية مسنودة بقوات المقاومة المشتركة والقوات الحكومية إفشال تسللات ميليشيات الحوثي التي تدفع بعناصرها إلى محارق الموت دون مبالاة بمصائرهم في جبل العود وجبهة مريس قعطبة. وقوات العمالقة تحرق BMB ورشاش 23 في سوق القرين غربي قعطبة وتفجير دبابة للميليشيات بمعسكر حلم. تواصل القوات الحكومية والقوات المشتركة تصديها للميليشيات الحوثية بمناطق العود بمديرية قعطبة وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، وتتعهد بالثبات على موقفها حتى يتم تطهير مناطق العود وكل مناطق البلاد. نحن أبناء الوحدات العسكرية من مختلف الألوية وأبناء المقاومة الشعبية في عزلة الواحد وأبناء العود بلاد اليوبي والحشا وقعطبة والضالع ومريس. نؤكد للجميع أن ما حصل كان عبارة عن بعض الأخطاء وبعض الممارسات، وكانت هنالك تنسيقات معينة البعض اعتبرها من أجل الحفاظ على المنطقة وأبناء المنطقة، والبعض اعتبرها أنها جلبا للمصلحة الشخصية والبعض كذا. لكننا كأبناء منطقة نعلن أننا مستمرون على مبادئنا، على أهدافنا، على مشروعنا التصدي للانقلاب الحوثي والاستمرار بالعمل العسكري ضدهم حتى إخراجهم من المنطقة. مصدر عسكري أكد بأن ما حدث من تقاعس من قبل وجهات اجتماعية وقيادات قصرت بالقيام بالواجب الوطني، الأمر الذي أدى إلى تسلل الحوثيين إلى بعض المواقع لن يمر من دون حساب. أخذ المستجرات في جبهة حماك، الآن الوضع مستقر والناس ثابتين على الجبهات وكل التعزيزات وصلت بإذن الله إن شاء الله تعالى. حدثت بعض الأخطاء من بعض القادة، سوف يحاسبوا إن شاء الله تعالى ليكونوا عبرة للآخرين. تعزيزات جديدة وصلت إلى جبهة العود لمساندة القوات الحكومية والمشتركة والمقاومة الشعبية، أوقفت زحوفات الميليشيات المتكررة، ويؤكدون بأنهم سيقاتلون حتى تحقيق النصر بمشيئة الله تعالى. إحنا أبناء المقاومة الجنوبية محافظة الضالع، يعني سوف نتصدي للحوثة الإيرانيين المذهب الشيعي مهما كانت التضحيات، وسنساند أخواننا في الخطوط الأمامية، وسندعم الأخ العميد الركن هادي أحمد مسعد الحولقي بأرواحنا ودماءنا جنبا إلى جنب. تشهد أطراف مناطق العود اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والمقاومة الجنوبية والمقاومة الشعبية والمشتركة والقوات الحكومية، وتتصدى لها بكل بسالة وتكبدها خسائر فادحة. من أطراف مناطق العود بالصفوف الأمامية، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع. وكانت مدفعية القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والمشتركة المتمركزة في عزاب قصفت مواقع وتحصينات الميليشيات في جبل السوداء
وبيت الشوكي. وأفاد مراسلنا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت موريس بصاروخ باليستي سقط في أحد مزارع القات. وأضاف أن الميليشيات قصفت عشوائيا قرى عزرة الوحج بالعود مديرية قضبة، ما تسبب بإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين ونزوح أعداد كبيرة من الأسر. كما استهدفت قرى في موريس المحاضية لمنطقة عيس، لافتا إلى أن الميليشيات الإرهابية استهدفت منطقة قاع الأحذوف بمديرية الحشا من مناطق تمركزها خلف منطقة الداعري. إلى ذلك طمأنت القوات الحكومية وقيادات قبلية كل شرفاء من أبناء الوطن وأصحاب الضمائر الحية بأن الجبهة الغربية في الضالع متماسكة وقوية. العقيد أحمد سمنان من عملية اللواء 83 مدفعية طمأن الجميع وأصحاب الضمائر الحية أن الجبهة الغربية للضالع في خير، وأن كل أحرار المحافظة مجتمعين في الخطوط الأمامية من التشكيلات العسكرية كافة. كما أكدت قيادات محلية بأن تكاتف وإجماع كل التكوينات السياسية وكذا القبلية في محافظة الضالع يشكل قوة لا يستهان بها في مواجهة أي اختراق لميليشيات الحوثي التي ليس لها أي حاضنة شعبية، مؤكدة أن الجميع سيعمل كفريق واحد من أجل تحرير الوطن من شر هذه العصابة الإجرامية واستعادة الجمهورية من يد عصابة سلالية مجردة من كل المبادئ والقيم الدينية والإنسانية. معنا عبر الهاتف مراسلنا في الضالع محمد الشعيبي، مرحبا بك. كيف نفسر تقاعس البعض في هذه الجبهة؟ نعم مرزوق السيادي، مرحبا بك. مستشار الأعداد والمراحل الدراء. نعم، كيف نفسر تقاعس البعض في الجبهة؟ أستاذ العزيز، في البدء نبارك الانتصارات التي تشهدها جبهة حماس يومنا هذا، بعد أن تسللت ميليشيات الحوثية الإنقلابية الإرهابية وبتواطئ بعض المشايخ والضباط غير المهتمين إلى الوطن وراء إلى الشرعية، والذي باعوا أنفسهم للشيطان بأثناء تهاهم اليوم يتجرعون كؤوس الندم من يد ميليشيات الحوثية التي راهنوا على ملجئها إلى العود وإسداط العود وإسداط جبهة حماس، إيمانا منهم بأن الميليشيات الإنقلابية هي سوف تعفي عن كل شخص تواطأ معهم أو تهلم الدخول، لأنهم أصبح اليوم هم في حالة يعني مزرية من جوانب متعددة. سيد العزيز، جبهة حماس متماسكة برجالها وبالقادها الشرفاء، هم اليوم يلجنوا ميليشيات الحوثي دروس قاسية. المدفعية الجيش الوطني في جبهة بيت الشوكي قصفت مواضع الميليشيات في جبل السوداء مساء أمس وألحقت طائر في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى الضربات المركزة التي استهدفت مواضع الميليشيات وكذلك يومنا هذا في نجزة الدورين الفاهد وكذلك في اكتباب القريبة من جبل حماس الذي تسللت إليه الميليشيات بعد أن نزل بعض الأفراد الذي تم التغرير عليهم من بعض القيادات الميدانية، ونأسف لما حدث. أستاذ العزيز، قوات الوافدين مدرعة على الشرفاء الموالين للوطن والقائد اللواء العميد الرب هادي العلقي وقوات الأمن الخاصة محور أب قيادة العميد عبد الرحمن الحالمي وكذلك قوات الحزام الأمني وقوات العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة الجنوبية، هم اليوم موحدين الصفوف وضرباتهم تحدث الخسائر بالميليشيات الإنقلاب، بالإضافة إلى غارات التحالف التي شنتها اليوم حيث استهدفت دبابة تابع الميليشيات في معسكر حلم الذي تتواجد فيه الميليشيات الإنقلابية مع بعض القيادات المتواطئة. المدفعية الجيش الوطني وخصوصا المدفعية التابعة للعمالقة قامت بقصف موقع تابع الميليشيات الإنقلابية في نجز قريم الفهد، وتم تدمير رشاش نوع 23 وكذلك عربة بي ام بي هذا في ظهر يومنا هذا. الآن المواجهات على أشدها في الجهة الغربية لجبهة حماس، نقطة الوطيفة التي يسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية، حيث يتم الآن استهدافهم كون المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإنقلابية في هذه المناطق. أستاذ مردو، لماذا تستميت هذه الميليشيات على التقدم في جبهات الضالع؟ أستاذ العزيز، كما أنت تعرف أن جبهة حماس هي جبهة استراتيجية ومحورية كونها تعد نقطة فاصلة
في مكان حساس، وكذلك يعتبر البوابة للمحافظات الجنوبية بشكل عام، حيث تحاول الميليشيات الإنقلابية أن تعيد القرة إلى ما قبل 90، وهذا من سابع المستحيلات أن تقلم ما أحلامها، كون هذه المنطقة هي محمية برجالها ورجال الجيش الوطني. فنحن كلنا ما هناك يقول في عبارة تقول أنه فرغتنا الميليشيات الإنقلابية وجمعتنا الشرعية. نعم. يعني تستغل نعم تستغل الميليشيات توقف بعض الجبهات، وأيضا تستغل من خلال تململ مواقف بعض البعض طبعا. نعم. كيف يمكن منع مثل هذه التدخلات؟ الجبهة الآن التي حاولت الميليشيات أن تحشد المغرضي من مسلحيها إلى هذه الجبهة، وسحبت الكثير من الجبهات الأخرى. أنا يعني وأنا متابعه في الواء وفي الميدان. نعم. أعرف وأؤكد أنه هذه الميليشيات دفعت بالمسلحية إلى محارق الموت. فالضالع الصمود معروفة، والميليشيات الإنقلابية يعرفوا ماذا الخسائر التي لحقت بهم عندما حاولوا أن يغزوا محافظة الضالع، حيث صارت يعني الشعاب والوديان والسهول ممتلئة بجثث الميليشيات. أقول لهم ها نحن منتظرين لكم متعطشين لدمائكم أيها الخوانة في كل مناطق المنطقة الوسطى والمناطق التي اتصلت لها الميليشيات، وأكد وأجزم بأنها لن تستغرق ساعات حتى نطهرها. إذا كيف تتوقع نعم أستاذ مردو كيف تتوقع سير المعارك خلال الساعات القادمة؟ المعارك خلال الساعات القادمة ستشهد يعني احتدام وبخطط وتكتيكات عسكرية إن شاء الله سيترجم الواقع، وإن شاء الله نطمئن الجميع بأن الجبهة جبهة حمد سنستعيد كل ما تم التصل إليه. نعم. ونتعامل بحزم مع كل ما تواطن الميليشيات الإنقلابية، وهدف نائب وليس المناطق التي تسلل فيها. فنحن نعرف ونحن أصحاب الحب وأصحاب المنطقة، والله من وراء القصر إننا سوف ننتصر على هذه الميليشيات عاجل لا آجل. نعم. أشكرك مرزوق الصيادي من اللواء 30 مدراء، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وعلى مقربة من الضالة خاضت القوات الحكومية معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة مقبنة غربي تعز، وكبدت خسائر في الأرواح. مصدر عسكري أفاد أن القوات الحكومية تصدت لهجوم حوثي على مواقعها في منطقة قهبان وجبل المرجحة، مما أدى إلى سقوط 7 من قتلى الميليشيات وجرح آخرين. وأضاف أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعيات عزيزات للميليشيات في جبل المرجحة. في تعز أيضا ارتفعت حالات الإصابة بوباء الكوليرا في المحافظة إلى أكثر من 10,000 حالة منذ مطلع العام الجاري. وذكر مكتب الصحة والسكان أن حالات الوفاة بوباء الكوليرا وصلت إلى 44 حالة في 13 مديرية. وعزى تفشي الكوليرا إلى الأزمة الخانقة في المياه وتدهور القطاع الصحي في المحافظة بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. رابطة أمهات المختطفين تطالب بسرعة الكشف عن أبنائهن المخفيين قسريا. لا لمشي أمان. هذا هو محل استهداف الحواث الذين استهدفوا المواطنين وهم نائمين. هذا هو الصاروخ. في الساعة 4 ما سمعنا الضربة من الحوثيين في المخيم. هذا يعني تشهد أولاد عمي، هذا تشهد أنا أخواني كلهم في الخيام. الرأس مع التقوش. الله
نظمت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا وقفة احتجاجية بعدن، دعت الجهات المعنية إلى القيام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية تجاه المعتقلين، وطالبت الأمهات بسرعة الكشف عن مصير المخفيين منذ أكثر من 3 سنوات بدون مسوغ قانوني والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتسببين بالانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفيا. جاء ذلك بالتزامن مع يوم المختطف الذي يصادف 18 من أبريل الذي أعلنته أمهات المختطفين يوما مناهضا لجريمة الاختطاف والإخفاء والتعذيب. البنك المركزي اليمني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اتفقان على توحيد قنوات تحويل المساعدات المقدمة لليمن عبر البنك المركزي، واللجنة الاقتصادية تعلن موافقتها على دخول 4 شاحنات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في الملف الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلي، حيث اتفق البنك المركزي اليمني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على توحيد قنوات تحويل المساعدات المقدمة لليمن عبر البنك المركزي ومصارفتها بالريال لتعزيز قدرات البنك النقدي وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف. جاء ذلك خلال اجتماعات محافظ البنك مع قيادة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، كما تم الاتفاق على قيام البنك الدولي وصندوق النقد بمخاطبة الأمم المتحدة حول ضرورة الالتزام بتوجيه كل مساعدات الدعم المقدمة منها وغيرها من المنظمات الدولية عبر مقر البنك المركزي بعدن، نظرا لما له من أهمية في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الحضور المصرفي للبنك وتمكين من الإيفاء بالتزاماته تجاه كل اليمنيين والتخفيف من معاناتهم جراء الحرب. أكد قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بعدن أنه سيستخدم كافة الأدوات والإجراءات القانونية المحلية والدولية ضد الصرافين المضاربين بالعملة باعتبارها معركة وطنية هامة لا بد من حسمها لمصلحة الوطن وحماية المواطنين من المضاربة بالعملة. كما أكد قطاع الرقابة على أنه سيقوم عبر القنوات القانونية المحلية والدولية بملاحقة الصرافين المتورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمضاربين بالعملة وتهريبها إلى الخارج. أثنى قطاع الإشراف المصرفي في البنك على الشركات التجارية وشركات الصرافة التي لم تتورط في المضاربة بالعملة ودعاها إلى تفعيل واستخدام حساباتها المصرفية في البنك. أكدت اللجنة الاقتصادية موافقة على دخول 4 شحنات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بعد استيفاء الطلب وجميع الوثائق والإجراءات المؤكدة قانونيتها. وأضافت اللجنة منحها وثائق الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية لجميع الطلبات والوثائق المحتملة التي قدمت لها إلى جميع موانئ الجمهورية خلال مدة لا تزيد عن 24 يوما من استكمال تلك الطلبات والوثائق. كما تقوم بدراسة طلبات بعض التجار في المناطق غير المحررة لمنح استثناءات التي لا تخل بأهداف القرار 57 المتعلق باستيراد المشتقات النفطية وآليات تنفيذية تقديرا لظروف وظروف المواطنين في تلك المناطق. واتهمت اللجنة الاقتصادية الميليشيات الحوثية بتعزيز نشاط السوق السوداء الذي تديره بكمية الوقود المتبقية لدى شركة النفط التي تسيطر عليها، ومنعت التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصريح حكومية رسمية خلال الشهرين الماضيين، ما أحدث أزمة خانقة في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أسبوعين. وأخيرا، أشارت تقديرات للبنك الدولي إلى أن الناتج المحلي في اليمن تقلص نحو 40%، بينما يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 22 مليون شخص في اليمن أي 3/4 السكان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وأدى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، وانخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء نهاية 2014 إلى نحو 8%. عودة للتذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. عام مضى على انطلاقة حراس الجمهورية للمشاركة في استعادة اليمن الجمهوري انطلاقا من الساحل الغربي. استعادة وادي حبل في عبس بحجة وجبل الطير بكتاف صعدة والسيطرة على مواقع هامة في الجو.
ميليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في العود وتطلق صاروخا باليستي على مريس. مزيد من الأخبار تتابعونها في نشرتنا القادمة التي ألقاكم فيها بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.